الزمالك، نادي الزمالك للألعاب الرياضية، واحد شارع جامعة الدول العربية المهندسين، يمثله الأستاذ حسين أحمد لبيب رئيس لجنة إدارة النادي. هنا أصلا رئيس لجنة إدارة النادي دي يعني مفترض يبقى نادي الزمالك، بس يلا. عنوان واحد شارع جامعة الدول العربية المهندسين، التليفون 330 30 600. طرف تاني أحمد مصطفى محمد سيد مصر، 15 شارع الحميات، عمارة فرغالي ثاني المنيا. ده الصفحة الأولى، طبعا معانا الرقم القومي بتاعه والتاريخ التوقيع وكل حاجة وكده يعني. أهو أحمد مصطفى توقيعه، أهو أحمد مصطفى محمد السيد، أهو ده أهو، وحسين بلبيب ده توقيع، أوعى تزوره أهو، وده توقيع أحمد مصطفى محمد سيد اللي احنا بنختصره بنقول أحمد سيد زيزو. طيب ده العقد، العقد بينص على ايه؟ بينص على التوقيع ثلاث مواسم، ركز معاي، التوقيع ثلاث مواسم، ثلاث مواسم دول 21-22 اللي احنا فيه، الموسم اللي جاي 22-23، الموسم اللي بعديه 23-24، ماشي الحال؟ الموسم الاول بهذا المبلغ، خلي بالك من اللي هقوله دلوقتي وخلي بالك من اللي هقوله في الاخر لانه كله مرتبط ببعض. الموسم الاول قيمته 13,846,153 جنيه وثمان قروش، اهو يا بيه، اهو يا بيه، اهو يا بيه، اهو عشان بس يبقى كلامنا واضح. اهو المبلغ ده اللي هو 13,846,153 جنيه وثمان قروش هيصفى على 9 مليون جنيه، هيصفى على 9 مليون جنيه بعد الضرائب. لكن المسجل في العقد هو 13,846,000. انا عاوز الفيديو ده يلف الدنيا، يلف الدنيا. الف شكر يا ابو خلف والله على النجوم الحلوة دي، ربنا يكرمك ويرضى عنا. الفيديو ده اللايك والشير اهم شيء عندي، لان الفيديو ده عايزه يلف الدنيا. اول واحد بينفرد بالعقد معاه، بالعقد معاه وبما يرضي الله، ننحاز الى المعلومة وليس الى شخص. فهو 13,846,000 ده الموسم الاول. طيب هيحصل عليهم ازاي؟ يحصل عليهم على 9 اقساط. يبدأ اول قسط فيه 1/10 1/11 1/1، بعدها بقى اللي هو 22 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7. كل المدة هو عامل 9 اقساط بتوعه، من 1/10 بداية الموسم ل1/7 نهاية الموسم. طيب الموسم الثاني والثالث نفس الرقم، اهو من الموسمين الاثنين ورا بعض اهم، اهو دول الموسمين الاثنين وتسع اقساط ايضا، وهتصفى في الاخر على 9 مليون جنيه، مش 13,846,000، يعني 14 مليون تقريبا يعني. طيب بيجي العقد كده، اهم شيء بقى الصفحة دي، اهم شيء الصفحة دي والصفحة الاخير. ليه بقى؟ لان دي الزبد، اقراها لكم بند بند وركز معايا سيد الفاضل عشان تعرف كلام مرتضى صح ولا غلط، وهل لو صح معناه ان 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 احمد زيزو خد حاجه مش بتاعته، ولا لو غلط نقول انه يبقى ده كلام كالعاده مثلا. لا هنشوف دلوقتي. اول حاجه العقد اهو بيقول لك هذا العقد اللي هي في ماده سادسه يخضع للاحكام والقوانين المصريه وطبقا للشروط الاتيه. 1، تعتبر هذه الشروط هي جزء لا يتجزأ من هذا العقد وعملا ومكملا له. 2، تعتبر لائحة الفريق الأول لكرة القدم هي جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا له بما لا يخل بهذه الشروط. 3، يحصل، ركز معايا بقى في اللي جاي عشان ده التقيل يا غالي، ده التقيل والله، أهو ده التقيل، ده التقيل، ركز معايا أهو، ركز معايا. يحصل اللاعب على مبلغ وقدر 15 مليون جنيه 384,615 جنيه، ومتفقطة بقى 15,340,005 مش عارف ايه جنيه، وذلك عند التوقيع على هذا العقد. ياخدهم 15,384,000 هياخدهم من نادي الزمالك، ومبلغ 7,575,000 في 28/7/2021، 28/7
2021. لما تجمع الخمسة والسبعة والخمستاشر ده 22 مليون، وال 575 وال 384 قرب 400، بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في 23 مليون جنيه حصل عليها احمد سيد زيزو عند التوقيت. طيب هنقول باقي البنود ولا نفسر البند ده؟ نقول باقي البنود العقد عشان ايه يبقى انفرادنا، اللي احنا لا قناه جابته ولا موقع جاب ولا اي حاجه، فيش غير بس احدى احد البرامج خد الصفحه الاولى فقط، خد الصفحه الاولى فقط، اسمع اللي بقول لك عليه، اسمع اللي بقول لك عليه، خد الصفحه الاولى فقط ولم يجرؤ، ولو وما خدش باقي العقد، ولو خد باقي العقد لم يجرؤ ان هو يقول، يخاف. لكن احنا نقول كلمه الحق. يبقى خد عند التوقيع 15,384,000، وفي 28/7 7,575,000. ماشي. طيب البند الرابع، خلي بالك اصل البنود اللي جايه كتير. اتفق الطرفان النادي واللاعب على انه يجوز فسخ هذا العقد، يجوز فسخ هذا العقد امتى؟ والانتقال الى نادي اخر بين قوسين كده خارج مصر، اهي عشان برضو يبقى كل واحد له ملك يرد عليه، خارج مصر، يرغب فيه في حال سداد مبلغ صافي وقدره 42 مليون جنيها مصريا، ذلك شرط ان يخطر اللاعب النادي برغبته في ذلك خلال 15 يوم من نهاية الموسم الاول. يعني لو الموسم خلص بعد خلال 15 يوم ينشر هذا الامر، يبقى من حقه ان هو يبعت لهم يقول لهم انا ماشي يمشي ادفع 42 مليون. خلي بالك بقى الموسم الثاني ايه اللي يحصل في الموسم الثاني، وكذلك برغبته خلال 15 يوم من نهايه الموسم الثاني وسداد مبلغ صافي وقدره 25 مليون. يعني بعد الموسم الاول يدفع 42 مليون، بعد الموسم الثاني يدفع 25 مليون، يدفع 25 مليون، ماشي الحال؟ ولا يحق للنادي الاعتراض او الطعن على هذا الشرط الجزائي المتفق عليه. يعني لا يجوز للنادي انه يطعن على هذا الشرط اللي تم الاتفاق عليه. يعني احمد سيد زيزو عاوز يمشي نهاية الموسم في الاتحاد الدولي اللي هو نهاية شهر 5 زي ما مشي كده فرجاني ساس، وزي ما هيعمل اشرف بن شرق، وزي احمد سيد زيزو لو ما تصلحش مع مرتضى برضو هيعمل، يبعت مع نهاية الموسم دوليا، ماشي، يبعت خطاب لنادي الزمالك انه ماشي، يجيب 42 مليون جنيه من اي نادي عربي ويحطهم، ويقوم رايح للنادي العربي ويلعب معاه كام شهر، وبعدين يروح لاي نادي هو عاوز يروح، يجي بقى الاهلي، يروح بيراميدز، يروح انجلترا، اي نادي هو عاوزه، اي نادي هو عاوز يروح يروح، ماشي الحال. لكن اول موسم 42، تاني موسم 25 مليون، ماشي، وليس للنادي حق الطعن. طيب نخش على اللي بعد. اللي بعده بقى الاتفاقات الاعلانيه. قال لك لو النادي جاب اعلانات للاعيب النادي ياخد 80% واللاعب ياخد 20%. طيب لو اللاعب هو اللي راح لمواد اعلاميه او اعلانيه هو ياخد 80% والنادي ياخد 20%. طيب لو هو تبع اتحاد الكوره النادي ما ياخدش اي حاجه خالص، ماشي الحال. اتفق الطرفان على النادي والمسؤول عن سداد ودفع جميع المبالغ المستحقه على هذا العقد لمين بقى؟ للضرائب التي تفرضها الدوله او الاتحاد المنوط باللعب. يعني لو اي حاجه على هذا العقد يبقى 13 مليون دول مش مفهومش ضرائب، يبقى هو ياخدهم برضه. يعني ال 14 مليون اللي احنا قلناهم دول بتوعه حقه، ما يدفعش منهم ضرائب. ده هنا اهو البند اهو، ان النادي المسؤول عن دفع ضرائب تفرضها الدوله او الاتحاد المنوط باللعبه سواء المحلي او الافريقي او الدولي لاحقا حتى انتهاء مده التعاقد، وبناء على ذلك يحصل اللاعب على الاتي: مبلغ 9 مليون جنيه. ده بقى اللي بقوله، يبقى ال 13 مليون وكسر ده ولا 14 مليون هو مش ده اللي هي. بناء عليه يحصل اللاعب على الاتي: ادي 9 مليون اهيت يا عم عشان تبقى انت عارف. فهيخدعك ويديك اول صفحه، لا، نهايه العقد ال 9 مليون اهي.
النادي يدفع من عقده اللي هو 13 مليون وكسر الضرايب ماشي، وهو ياخد 9 مليون بس اللي هما التسع اقساط اللي احنا قلنا عليه. ماشي الحال، ده عقد احمد سيد زيزو وانفراد به قبل كل الناس، قلب قبل كل الناس. وهذا العقد هو ما كشف عن محتواه رئيس نادي الزمالك مرتضى احمد منصور خلال الاونه الماضيه او قبل 48 ساعه من الان في فيديو مسجل على قناته على اليوتيوب. يعني احنا نجحنا بعلاقاتنا ان احنا نجيب هذا العقد. طيب العقد ده ننتقل بقى الى مرحله اخرى، بس الاول محتاجين نعمل حاجه، لايك وشير وصلي على الزين عشان نخش بقى في جزئيه مهمه جدا. اعلى باللايك يا غالي، لا نضرب اللايك والشير، انا بقول انا